قاب ثلاثه ديال الغرف وصالون وسيجور فيديو باش طالعوا على تصميم الشقه بواجهه مخصص للجلسه الروميه وديزاين مخصص للجلسه البلديه. مطبخ هائل من ناحيه المساحه وكذلك من ناحيه الغرفه مع الديكور الممتاز. متابعي شقق فاس، كنرحب بكم في هذا العرض الجديد على قناتكم شقق فاس. احنا في البنايه من اير بلس 2 في قلب شقه بمساحه ديال 100 متر في الطبق الاول وكذلك في الطبق الثاني بنفس التصميم. الشقه بثلاثه ديال الغرف وصالون وسيجور وبجوج ديال الحمامات وكذلك بالكون ومطبخ. خليكم في الفيديو باش تطلعوا على تصميم الشقه بواجهه رئيسيه على شارع ديال 15 متر وكذلك بواجهه على لاكور. هذا هو المدخل الرئيسي ديال الشقه بالنسبه للخشب اللي مستعمل في الغرف وكذلك في الابواب وفي البلاكارات. هيتر المدخل على يديك اليمين كيتواجد لاستقبال مساحه كبيره بديزاين مقسوم، ديزاين مخصص للجلسه الروميه وديزاين مخصص للجلسه البلديه. جوج ديال الشراجم على الشارع بالريدو الكتريك، شارع ديال 15 متر، الاطلاله كتكون مشمسه في الشروق. الارضيه بزليج كومباكتو 60 على 60 وبصباغه بلاتينيه. الاستقبال بلانستالاسيون ديال لاكليم وكذلك بهاد الواجهه ديال لاتيليفيزيون الجميله من ناحيه الديكور في الخلفيه ديال لاتيليفيزيون. ديكور بالقبس على شكل البغداج، ديزاين مجهز كذلك باللي سبوت وكذلك بالليد. الشقه بثلاثه ديال الغرف الغرفه الاولى كيتواجد فيها حمام وكذلك خزانه من جوج ديال البيبان ومفتوحه على بالكون. حمام مزلج في الحيطه وكذلك في البلافو كيتواجدوا فيه الاكسسوارات. الغرفه بعد الديكور الممتاز الراس ديال الناموسيه كيعطي جماليه للغرفه. بالنسبه للواجهه لافاساد ديال البنايه مجهزه بالباستا وبهذا الزجاج كذلك في لي بالكون كيعطي منظر جميل للبنايه. قبالة الغرفه الرئيسيه كتواجد الغرفه الثانيه، غرفة ديال النوم كيتواجد في القلب ديالها كذلك بلاكار بمساحة مريحة للنوم. كذلك كيتواجد فيها لانستالاسيون ديال لا تيليفزيون كذلك لا كليم. نشوفوا باقي المرافق. كتواجد الغرفة الثالثة مجهزة للجلوس. بالنسبة للإطلالة ديال الغرفة على لاكور توجد حمام خارج الغرفة مجهز للضيوف، كذلك حمام بمساحة كبيرة ومجهز كذلك بالأكسسوارات اللي كتحتاجهم في الحمام ديالك. مطبخ هائل من ناحية المساحة وكذلك من ناحية التقسيم. بوتاجي بالجرانيت والخزانات بالام دي اف. الالوان جميلة من ناحية كذلك الزليج لون مفتوحة.
جميع لي زانستالاسيون اللي كتحتاجهم في المطبخ ديالك متوفرين، مصبانة، كذلك الغسالة ديال المواعين، كيتواجد كذلك التهوية ديال الشوفو بالانستالاسيون ديالو. بالنسبة للانستالاسيون ديال الشوفو، بالنسبة للمطبخ كيطلع على لاكور، مطبخ بمساحة كبيرة يسمح لك دير فيه طبلة ديال الماكلة. كتواجد كذلك هاد السدة فوق الحمام بالضوء ديالها، وكذلك مجهزة بالخشب. نتمنى تكونوا طلعتوا على الشقة، هي في بناية من اير بلوس دو بمساحة تقريبا ديال 100 متر، بثلاثة ديال الغرف، صالون سيجور وجوج ديال الحمامات، بالكون ومطبخ. لافينيسيون ممتاز، وكذلك التصميم ممتاز، والموقع كذلك أجمل، في طريق عين الشقف فريال الياسمين، قريب من المقهى ديال لونيكا 1، وكذلك مسجد ديال جامع الجوامع. باش تطلعوا على أجمل العروض في مجال العقار، ما عليكم غير تزوروا الصفحة ديالنا على الفيسبوك، وكذلك الانستغرام شقق فاس، وكذلك القناة ديالنا على اليوتيوب شقق فاس. إلى اللقاء، إلى عرض جديد من عروض شقق فاس.